بيكوا في عرب ايكونز ومنوراني النهارده الميك اب ارتست روحيه خالد. اهلا بيكي. اهلا حبيبتي. اهلا، منورانا النهارده حبيبتي. النهارده عملتي ميك اب لوكس لمودلز في الفاشن شو. صحيح، عملت لوكات النهارده كتير وانبسطت جدا بالتجربه. النهارده تجربه كانت ممتعه وجديده بالنسبه لي. كانت صعبه النهارده عليكي؟ كان في اكتر من حد. الوقت بياخد منك قد ايه في الميك اب؟ الشخص الواحد بياخد يعني منك قد ايه؟ 20 دقيقة 30 دقيقة. حلو قوي. أيوة. حلو قوي. طيب قولي لي ايه الالوان الموضة السنة دي؟ نودات. النودز كله بيتوجه على طول. النودز موضة، انا مش بحس انها بتبطل خالص. طبعا كل فترة بتتغير يعني، بس السنة دي موضة الكحل الاسود على النودات الذهبية. الكحل الاسود طبعا. الاي لاينر ولا الكحل؟ لا اي لاينر مع الكحل والنودات يعني. حلو قوي. حلو قوي. ميكس تحفه بصراحه. قولي لي بتختاري الحاجات مثلا انت جايه لك تعملي العرايس؟ طبعا تعملي عرايس. في مثلا عروسه جات لك قبل كده قالت لك عايزه حاجه غريبه وانت قلت لها لا؟ طبعا في عرايس بتختار عدسات الوان فاتحه. دي غلط. في عرايس تختار مثلا موضوع العدسات ده على فكره مهم جدا. نعم صح. العروس يعني العدسات مهمه للميك اب لوك ولا ممكن ما نستخدمهاش؟ يفضل الان يعني الموضه انه نخلي عيننا الطبيعي احلى، اللينسز البنيات افضل تكون قريبه للون العين. نعم صحيح، عشان على مدار السنين تتغير الافكار في الميك اب والموضه، فالافضل ما نختارش الوان الفاقعه وروجات الاحمر عن... العرايس يعني يفضل الاحمرات بلاش. يعني روج بلاش الروج الاحمر. بلاش الاحمر مع سموكي يعني ده كده يعني لوك تقيل قوي. اوفر. ايوه في ناس تطلبه. طيب قولي لي ايه اكتر لوك بتحبي تعمليه؟ النود على بنيات. افضل النودات البيجات. سمبل لوك. قولي لي طيب تقولي ايه مثلا للبنات اللي عايزه تدخل المجال بقى؟ تحب الميك اب. لازم تكون تحب الميك. نعم، لانه في ناس تاخذها كمهنه، والافضل انه اللي تخش المجال ده تكون حابه الميك اب. حابه من نفسها كده، حابه الميك اب. يعني وكمان اعتقد بيبقى فيه تالنت، لازم يبقى فيه تالنت وفن شويه. موهبه يعني. لازم تكون حابه كمهنه الميك اب ارتست، حابه الميك اب كده. قولي لي طيب ايه الميك اب تريكس كده اللي في 2024 ممكن نعملها كده تغير الشكل؟ تغير الشكل؟ لا، في حاجات كتير يعني، من ضمنها الكونتور، من ضمنها الـ طبعا اختيار الرموش لازم تكون للعين دقيقة. طب ايه رأيك في اللاش اكستنشنز اللي هي البيرمننت؟ لا انا لو يعني حد جاي لي عايز يعمل ميك اب افضل انه ما يلبسش ما يحطش تحبي انت تحطي له اللاشز على ذوقك؟ ايوه. طيب لو حد جاي حاطط اللاش اكستنشنز اكيد بنعرف نتصرف يعني. بتحطي عليها لاش؟ لازم اعرف اتصرف. لا ما تحطيش. لا ما احطش عليها لاش. بتكتفي باللاشز المعمول؟ نعم صحيح. بس ما بتفضليش ان العروسه تكون جايه لك حاطه لاش اكستنشنز؟ ابدا نهائيا، لانه بيبهدل اللوك. يخليه هي بتأيدك اعتقد، لان انت ممكن مثلا تحطي لها لاشز شكل تاني. ايوه. ولا ايه؟ ايوه يكون افضل احلى. يعني انا اعرف لعينك ايش الانسب. اوكي. طيب قولي لي ايه رايك بقى في الليب فيلر والحاجات دي؟ هل بتبقي مثلا تحبي ان انت العروسه تبقى جايه لك مظبطه الحاجات دي ولا لا؟ نعم بحب كده لازم. طب لو في عروسه ما جات لي جات لك يعني ناتشرال خالص احلى واحلى، هتعرفي بقى طب بتعملي ايه تريكس بقى عشان تعملي ان هي كانها عامله ليب فيلر، عامله الحاجات الترندي بقى الجديده دي؟ يعني بظبط يعني كل حاجه ليها حل. طبعا بالميك اب كل حاجه ليها حل. اكيد. بس في بعض الامور ما لهاش حل، يعني نستوقف انه زي الخطوط اللي حوالين الشفايف تحت دي ما لهاش حل بالميك اب. ما لهاش حل يعني، لو عميقه جدا فهي ما لهاش حل. لا تخبيها تماما بالميك اب. لا نورتينا. بشكرك حبيبتي. شكرا لك. شكرا. وده كان لقائي مع الميك اب ارتست روحية خالد. بنشكركم.